تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية سيد. مرحبا بك يا آية. آية، ماذا عن تفاصيل هذا الدعم واستمرار المساعدات من الجانب الأردني، ولنتحدث أكثر عن هذا التعزيز للمستشفى الميداني الأردني في غزة؟ نعم، تحياتي لك يا أمل. تعتبر هذه الطائرة الثانية التي تتجه إلى قطاع غزة والتابعة لسلاح الجو الملكي من أجل تزويد المستشفى الميداني غزة 76 بمواد طبية وأيضا معدات تحتاجها من أجل استمرارية مساعدة وإسعاف المصابين والجرحى في قطاع غزة. هذه الطائرة طبعا تعتبر الطائرة الأولى منذ أكثر من 20 عام التي تحلق في سماء غزة. كانت هذه المرة وهي الطائرة الثانية بالتعاون مع دولتي قطر والإمارات، حيث تم تقديم مساعدات من الأدوية والمعدات من أجل تسليمها إلى المستشفى الميداني، والتي طبعا تم تسليمها من خلال الإنزال المظلي. الطائرة هذه كانت تحمل العديد من الأطنان من المواد الطبية، خاصة بعد استمرارية القصف وزيادة القصف على قطاع غزة أصبح هناك حاجة أكثر للمواد الطبية. الجيش الأردني طبعا أعلن بأنه سيكون هناك استمرارية في تزويد المستشفى الميداني بالاحتياجات الطبية التي يحتاجها من أجل تقديم الخدمات، وأيضا سيكون هناك مساعدات أخرى يتم تزويدها من خلال الاتفاق مع الجانب المصري من خلال الطائرات التي يسيرها الأردن إلى مطار العريش، والتي يتواجد بها العديد من المساعدات الطبية والغذائية أيضا. قبل قليل كان هناك تصريحات للهيئة الخيرية الهاشمية تحدثت حول بأن الأردن ينسق مع الجانب المصري من أجل تقديم مساعدات أكثر، خاصة بأنه أصبح الوضع الآن يلح على تقديم مساعدات أكثر من الماضي بعد ازدياد للأسف أعداد الإصابات وعمليات النزوح المستمرة. الأردن يواصل تقديم هذه المساعدات إن كان من الجانب الطبي أو إن كان من الجانب الغذائي والمائي، ويطالب طبعا باستمرارية وجود هذه المساعدات، وأيضا أن تكون تمر بشكل آمن إلى قطاع غزة. طبعا الأردن قدم أيضا مساعدات إلى الضفة الغربية. كان قبل 3 أيام هناك شاحنات تم تسييرها من جسر الملك أحسين الواقع في الغور الجنوبي والذي يرتبط بالضفة الغربية. هذه المساعدات كانت تقل شاحنات من القمح، ما يقارب 30,000 طن من القمح و15,000 طن من الحبوب، سيتم تسييرها خلال هذه الأيام يوميا. يوميا هناك ما يقارب 10 شاحنات تحمل الحبوب تتجه إلى الضفة الغربية كنوع من المساعدة، خاصة بأن وزير الاتصال الحكومي أعلن بأن الضفة الغربية هي منطقة كانت تتلقى المساعدات الغذائية من الموانئ، ولكن بسبب الحصار الحاصل حاليا أصبح هناك نقص في هذه المواد الغذائية، فبالتالي الأردن يحاول تقديمها بشكل يتناسب مع الاحتياجات لأهالي فلسطين في الضفة الغربية. وسيكون أيضا هناك مساعدات في الأيام المقبلة، تم الإعلان عن تجهيز طائرة أيضا ستتجه إلى العريش. نعم أمل. نعم، إذا ساحة أخرى نتحدث عنها اليوم وهي تحتاج إلى كل الدعم وهي الضفة الغربية بعد شح المساعدات كما أشرتي آية. وأعود للتنويه فيما يتعلق بموضوع المشفى الميداني المقام في غزة. نحن نتحدث إذن عن أن هذا المشفى موجود وقائم ويتم تدعيمه بالمعدات الطبية وبالكوادر من أجل أن يؤدي الخدمة المطلوبة منه داخل قطاع غزة. هذا صحيح. المستشفى الميداني والذي يلقب حاليا بغزة 76، أي 76 بعثة طبية اتجهت إلى غزة منذ عام 2009. هذا المستشفى أمل يعتبر أول مستشفى عربي ميداني تم تأسيسه في قطاع غزة، أي بعد الحصار ب3 سنوات. منذ ذلك الوقت لم يتوقف المستشفى عن تقديم الخدمات، عشرات الآلاف من العمليات الجراحية الكبرى وأيضا المساعدات التي تم تقديمها. ولكن للأسف في 25 من أكتوبر الماضي تم الإعلان بأن المستشفى يعاني من نقص خدمات كبير، وهناك احتمالية من أن يتوقف بسبب القصف، خاصة بأن المستشفى يتواجد في شمال القطاع وهي المنطقة الأكثر سخونة بالقصف للأسف في القطاع. بالتالي الأردن كان يعاني من هذا الموضوع، ولكنه كانت الحلول هي بأن يتم تجهيز طائرات ومساعدة المستشفى لتقديم الخدمات للجرحى والمصابين في قطاع غزة، وفعلا هو يستمر. وهناك أصبح أيضا دعم من الدول العربية، هذه الطائرة التي اتجهت مساء أمس كانت بمساعدة أيضا من الإمارات وقطر. تم تقديم أطنان من المواد الطبية والمعدات من أجل إسعاف الغزيين في القطاع،
وستستمر أيضا. ولكن هذا المستشفى حقيقة أمل يعني لم يعلن مسبقا بأنه من الممكن أن يتوقف، كانت لأول مرة في 25 أكتوبر يعطي هذا التنبيه أو ناقوس الخطر نستطيع القول عنه، ولكن هناك حلول يعني باتت واضحة لدى الأردن من أجل استمرارية عمله، وكانت طبعا بتوجيهات ملكية. نعم أمل. نعم يعني مؤكد أنه يعني جميع المشافي المعنية والتي تأتي تحت مظلة المنظومة الصحية هي تعاني وتعاني بشكل كبير يعني، ومع الأسف نتحدث اليوم من الوصول إلى مرحلة انهيار بهذه المنظومة الصحية. أعود قليلا إلى الداخل الأردني، يعني تحركات، منظمات، مجتمع مدني، الآليات التي يقوم بها طبعا الأردنيون اليوم أيضا بكل الاتجاهات لدعم أهل غزة. آية، آخر ما لديك في هذه الأمور أو هذه التفاصيل؟ نعم، هناك مناشدات يعني تحدثت عنها الهيئة الخيرية الهاشمية، تم يعني تخصيص أرقام هواتف وأيضا حسابات بنكية وأيضا مساعدات عينية لمن يريد أن يقدم الدعم لأهالي غزة، وفعليا هناك فعلا حملات مساعدات كبيرة تحدث يعني في الأردن وفي كافة المحافظات الأردنية لتقديم يعني المساعدات، والجهة المعنية لنقلها إلى الجانب المصري وأيضا إلى أي يعني مساعدة تقدم تكون عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية هي المعنية بتقديم المساعدات، ومن بعد ذلك يتم تسيير قافلات يعني إن كانت برا أو جوا. يعني هناك فعلا حملات مستمرة بالأردن إلى جانب أيضا الاعتصامات التي لا تهدأ حقيقة منذ 7 أكتوبر، وبالأخص بعد يعني قصف المستشفى المعمداني، وحتى اليوم بسبب يعني وجود عمليات قصف تستهدف المستشفيات والمناطق الآمنة للنازحين أصبح هناك يعني نوعا ما استمرارية في الوقفات التضامنية والاعتصامات التي تكثر بالأخص في محيط السفارة الإسرائيلية وأيضا في محيط السفارة الأمريكية. هناك أعداد مهولة حقيقة أمل تكثر خاصة في فترة المساء، يكون هناك عدد كبير للمعتصمين المعترضين والذين يناشدون المجتمع الدولي من أجل التدخل، من أجل إيقاف هذه الجرائم التي تحدث. أيضا يعني هناك حملات تقوم بها العديد من الجهات، يعني إن كانت وقفات تضامنية تقوم بها الهيئات الحكومية، حتى المدارس يعني، وحتى أيضا في النطاق الحكومي والخاص العديد من الجهات التي قدمت يد العون والمساعدة من خلال تبرعات سخية قدمتها من أجل مساعدة قطاع أهالي غزة، إن كان يعني بالدواء أو بالغذاء، والتي يعني تذهب إلى الهيئة الخيرية الهاشمية من أجل تنظيم عملية نقلها إلى قطاع غزة. نعم. أخيرا أسألك يعني في السياق السياسي، والأردن معنية كما مصر معنية في هذا المخطط الذي تم العمل على وأده في مهده فيما يتعلق بعمليات التهجير القسرية لأهالي قطاع غزة، سواء كان للأراضي المصرية أو فيما بعد لاحقا بالضفة للأراضي الأردنية، هل من حراك سياسي، هل من لقاءات يتم الإعلان عنها ربما بالقادم من الأيام فيما يتعلق بنوع من حلحلة ما يحدث اليوم في هذا الوضع المأساوي بقطاع غزة؟ نعم، يعني التحركات الأردنية لا تهدأ أمل، يعني هناك لقاءات عديدة حدثت خلال الفترات الماضية إن كان على مستوى وزارة الخارجية وإن كانت اللقاءات الملكية أيضا الاتصالات يعني، ولكن يعني التصريحات الأردنية واضحة وهي تتحدث عن خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. يعني التهجير القسري يعتبر خط أحمر لدى الأردن ويعتبر بمثابة حرب، هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاون من خلال لقاءاته الماضية يعني مع مجلس الأعيان والنواب، بأنه كافة السيناريوهات مطروحة في حال كان هناك تجاوزات وتداعيات أكثر لما تقوم به إسرائيل، والأردن يتجهز فعليا في حال كان هناك عمليات لأي تهجير قسري أو إن كان هناك أي تداعيات بالجرائم التي تقوم حاليا بها إن كان بالضفة الغربية أو قطاع غزة. الأردن يعني موضوعه أو موقفه ثابت وواضح منذ بدء الأزمة في قطاع غزة أو بفلسطين في العموم، هو استمرارية تقديم المساعدات وبكثرة خاصة في هذه الأيام، وأيضا عدم التهجير القسري وأن يتم يعني العودة إلى حل القضية يعني حل أو العودة إلى مسار السلام من أجل حل القضية الفلسطينية وحل الدولتين، لأن ما تقوم به إسرائيل كما قال رئيس الوزراء هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وما تقوم به حاليا هو ليس يعني لا يجدي بأن يكون هناك سلام. يعني تحدث حول وأيضا يعني العاهل الأردني الملك عبد الله
الاحتلال الثاني بالامس تحدث بان ما تقوم به اسرائيل ان كان يعني المسار العسكري والامني لا يؤدي الى اراقه الدماء، ولا بد من يعني التوجه الى الحل السياسي وهو حل الدولتين من اجل اقامه يعني السلام على الاراضي الفلسطينيه وضمان ايضا حقوق الفلسطينيين. نعم أمل. من عمان آية سيد مراسلة القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.